أخيرا آخر حاجة في الفقرة دي، الإعلام دلوقتي، شايف رؤيتك للإعلام دلوقتي شكلها عامل إزاي؟ لا توجد سياسة إعلامية، كل واحد يعمل اللي هو عايزه بشرط يعملوا نفس الحاجة. يعني لا مؤاخذة، كل البرامج التوك شو أنا محترم البرنامج اللي أنا قاعد فيه، وإلا ما كنتش جيت. طبعا أنا محترمه لأنه ده اللي مش بيقدم تفاهة، بيقدم قيمة ومعلومة ومعرفة، وبشكرك جدا، مش بجاملك، إنما شهادة والله يا فندم، والله شهادة كبيرة لا حقيقي. يعني حقيقة الأمر البرامج التوك شو كلها هي كلام عن عيوب ومسالب البشر، وبعدين انا مالي انت طلقتي واتجوزتي واتطلقتي وجوزتي وعييتي وحبلتي وولدتي انا مالي. الفنان النهارده، معظم الفنانين في منهم مستثنيين من اللي انا هقوله، ان ما كانش عنده فضيحه بيصنع فضيحه عشان الترند، اللي ما عندوش فضيحه بيدور على فضيحه، ده شيء مؤلم. هل هذه هي الواجهه للثقافه والفن في مصر؟ ان انا اطلع اراجوز؟ طيب. يعني اطلع اراجوز وكمان ابهدل الناس؟ ايوه. لما المذيعه تقعد مع ضيف وتقول له قول لي مين احسن، ده ولا ده ولا ده، طب مين فيهم اللي اخلاقه مش كويسه، طب مين فيهم اللي عكسك، مين فيهم اللي حب يعمل علاقه مع ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، مفرمه، مجزرة لفظية ومجزرة فكرية، يعني شيء مؤلم. أتفرج على إيه؟ فيسبوك ما بفتحوش، يعني يا دوبك برد على الناس المحترمة اللي عندي، لأن أنا عندي في الصفحة حتى لما حد يخش جديد يقول إيه ده؟ أول مرة أخش الصفحة ما فيهاش قلة أدب، ما فيهاش تجاوز. طيب أخيرا، المرأة مش هنقول نص المجتمع، هنقول هي اللي بتصنع المجتمع، هي اللي بتربي الأجيال الجاية. فالمرأة نص المجتمع ده لفظ انا ما بحبوش. بتحبوش. وانت بتهربي منه، يعني انت بتقولي انا وبتهربي بحب. منه. فالمرأة هي كل المجتمع، هي كل المجتمع، هي انا فنحن وانت نقدر. وكل الرجال وكل النساء قد خرجنا من رحمها، هي كل المجتمع. صح ولا لا؟ طبعا طبعا هي كل المجتمع. فلازم واحنا ما بنيجي نكلمها عبر الوسائل الاعلاميه، انا الموضوع ده اصلي مهتمه بيه جدا. صوت شتوي ولا صيفي؟ اوعي تساليني في الحاجات دي. مش صدقني، مش هسألك في الحاجات دي، انا هسألك في الاتجاه، انه ليه في دول اخرى نفس الدوله اللي بتنتج نفس البرنامج يقدموا برامج للمراه بتكلم فكرها وبتكلم لا. وعيها وبتكلم مبادئها وبتجيب لا. وزيرات وبتجيب وهنا لا. عندنا بياخدونا في اتجاه. لا سيبيني انا بقى اكلمك في ده. انا عملت مسرحيه النحله والدبور، اول مسرحيه في مصر تتقدم عن المراه، ويمكن الدكتوره مايا انا عزمتها، لان انا في مايا المجلس، مرسي، دكتوره مايا مرسي أنا رئيسه المجلس القومي للمراه، انا في المجلس القومي، بس دعيتها عشان تشوف المسرحيه، وهي بعتت لي ناس كتير تشوف المسرحيه. ايوه. كنت بتكلم عن عشان ادافع عن المراه احطم الراجل؟ يعني علشان تدافع عن المراه لازم حديني الراجل، ولو بتدافع عن الراجل لازم حديني الست. انا بقول ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان نوعه ايه؟ ذكر وانثى. المراه اخطات في حق نفسها عندما نادت بالمساواة ونادت بحقوقها. الحقوق لا تمنح، الحقوق تغتصب. المرأة لا مساواة بينها وبين الرجل. التفصيل العلمي الحقيقي هو بين المرأة والرجل متكاملان، ربنا خلقهم متكاملين. الرجل فيه اللي مش عند المرأة، والمرأة عندها اللي مش في الرجل، هما متكاملان. أيوة. ولا سيطرة من أحدهما على الآخر بأي معطيات، هو غني فيسيطر بفلوسه، وهي جميلة تسيطر بجمالها، كل المفردات دي ممنوعة. زي بالظبط لما أطلب مهندس كويس يبني لي البناية دي، هيجي لي مهندسات ومهندسين والله ما شايفهم، أنا هختار اللي مشروعه أحسن. طلع ست طلع راجل سيان، هو ده عدم تمييز. ولكن في أي دولة، في أي مجتمع، عندما ينادي المجتمع بعدم التمييز هو صانع التمييز،
ليه صانع التمييز؟ الدستور هو الذي يحفظ حقوق المواطن. مظبوط. ما قالش المواطن والمواطنة. قال المواطن. المواطن ده نوعه ايه؟ ذكر وأنثى. انت عندك الدستور يا حبيبي بيقول لك ايه؟ كل حقوق المواطن ياخدها. بس ما نتكلمش بقى. خلصت الفقرة دي، هنروح للفقرة الجاية ولكن بعد الفاصل.